السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تكون إمكانيات الجهاز ضعيفة زي الجهاز اللي أنا شغال عليه دلوقتي، ساعات بيحصل إن أنت مجرد بس تحط سهم كده تظهر الملحوظات وتلاقي شاشة عليها بالشكل دوت، وأنت مش شايف إيه الجزء دوت وعايز تعرف المعلومة بيضايقني كتير الموضوع دوت. فالحل إيه؟ الحل إن أنا أجي هنا في الـ R أوبشن، أجي هنا في الـ User Interface، هلاقي حاجة اسمها Tooltip Assistant. تمام، لما تخليها مثلا نورمال اوكي وتيجي على واحد فيهم طب شويه بيبدا يديك بعض المعلومات. تمام، مشكله ان لو جهاز تقيل بتلاقي حاسس زي دي كده ثبت وما بتقاش تحرك، ولو رحت لاي حاجه تانية برضو بتفضل ثابته. يعني لو فتحت اي شاشه تانية ما بتختفيش. تمام، لازم تقفل الريفت كله وتفتحه. تمام، فلو انت قعدت تعمل الموضوع ده كذا مره هيعمل لك مشاكل. فالحل ان انا هاجي في الاوبشن واقف في اليوزر انترفيس واقول له نون كده، خلاص العلامة دي مش هتتردد. دي بمجرد بيديني معلومة ازاي استخدم الأداة ديت، لو انا عارفها خلاص مش محتاجها. تمام، يعني خلاص يعني اكيد الريفت خلاص حفظتهم فمش محتاجين ان احنا نتعرف عليها. ولو حبيتها تقدر تشغلها او تعمل سيرش على النت على الأداة اللي انت مش عارف تستخدم فيها.